المدرب المعتمد والمستشار التعليمي والتربوي. رئيس مجلس إدارة مهارات النجاح ومدير إدارة البرامج العامة والتدريب بوزارة التعليم سابقا. خبير التدريب في العالم العربي. قدم العديد من البرامج التدريبية والإستشارية في مجال الإدارة والقيادة للعديد من المنظمات في العالم العربي. في حياته مواقف وأيام لا تُنسى. يرويها لنا الدكتور. محمد علي شيبان العامري والايام التي لم ينسها شك ان الله سبحانه وتعالى هي للانسان ظروف هذه الظروف تكون ظروف التنشئه الاجتماعيه الاولى ظروف التنشئه الاجتماعيه الاولى تبقى معك في ذاكرتك كل ما كبرت تذكرها تتذكر احداثها تتذكر تفاصيلها بعض المواقف بعض الظروف اللي تكون معك في التنشئه الاجتماعيه الاولى تبقى عالقه في الذهن بالنسبه لي حظني الله سبحانه وتعالى بوجودي في كنف الوالد الوالد كان قاضي رئيس محكمه وكان رجل مجل بشكل كبير جدا لموضوع الكتاب بداية تعيين الوالد عين في منطقة اسمها منطقة الريف منطقة نائية جدا يعني البيت اللي كنا نسكن فيه هو بيت حجر مكون من غرفتين غرفة نحن نسكن فيها وغرفة هي المحكمة ومع ذلك لاحظت شيء عجيب عندما كنت طفل صغير يعني في الابتدائية في أول ابتدائي أن الوالد مع ذلك عنده يعني نص الغرفة اللي نحن نسكن فيها هي عبارة عن مكتبة كان بالنسبة لي شيء أثار فضولي كثير جدا كنت أتوقع أن الوالد يحب القراءة كنت اتوقع انه يحب القراءه ولذلك كان يحاول انه يحببني في القراءه باكثر من طريقه من خلال الكتب من خلال المراجع من خلال انه حتى في مجلات كانت موجوده صغيره جدا هذه المجلات كان هدف منها انه يتعلم على موضوع القراءه مره في البدائيه سالت الوالد قلت له يا ابويا انت شكلك تحب القراءه انت تحب القراءه بس انا ما احب القراءه قال لي يا ابني انا ما احب القراءه أنا كانت بالنسبة لي هذا هذه الإجابة كانت بالنسبة لي محفورة في ذاكرتي لا أنساها، قال لي أنا ما أحب القراءة. فأنا أسمع الإجابة تكملتها فقال لي: القراءة أمر شرعي من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أمرنا: اقرأ، كلما قرأت أكثر تصبح قوي أكثر يصبح عندك قدرة أكثر يصبح عندك معرفة أكثر كل ما قرأت أكثر تستطيع أنك تدير ذاتك وتفهم نفسك وتستطيع أن تفهم محيطك وتستطيع أن تفهم عالمك وتستطيع أن تفهم الله سبحانه وتعالى لماذا خلقك وتستطيع أن تفهم هذه الحياة من ذلك الوقت أصبح بالنسبة لي عندي ولع بموضوع القراءة أني كان الاعتقاد الموجود عندي أن القراءة حب أصبح الآن القراءة بالنسبة لي هي أسلوب ومنهج حياة ولذلك استمتعت كثيرا في اثناء صغري بالتنشئه الاجتماعيه مع الوالد بموضوع المكتبه، اليوم وانا كبير بيتي اقدر اقول لكم اني انا عايش في مكتبه، يعني بمعنى ان البيت عندي صار كتب موجوده في كل مكان واصبحت احرص بشكل كبير جدا على موضوع القراءه. <متصفيق> <متصفيق> <applause> تتشكل إنسان حياه الانسان من خلال مجموعه من المحطات اثناء عمره. آه بالنسبه لي في المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه كان عندي تحدي موجود هو الانتقال الوالد من منطقة إلى منطقة وده كان يسبب لي إشكالية في موضوع اللهجة وذلك كنت شوية منطوي بعيد تماما عن الاحتكاك بالمجتمع بعيد عن يعني أنا طالب عادي موجود في الصف ممكن تعد عشرين طالب تنساني من كثر ما أنا صامت وساكت ومع ذلك يعني كنت محبوب لأني ساكت سجلت رقم عالمي قياسي باني لم اطلع ولا مره في الاذاعه ولم اشارك في اي نشاط من الانشطه على اعتبار اني كنت اخاف منها اصلا كنت اشعر بنوع من الامان واعتقد اعتقدت بذاتي ان الانسان تشكل شخصيته من انه ينجح يعني لو نجحت تقدير ممتاز او جيد جدا يعتبر شيء جدا ممتاز في التحصيل الدراسي ولذلك ما كنت مهتم ابدا بموضوع الظهور على مستوى المدرسه او اني اكون شخص ناجح او شخص مميز داخل المدرسه في مرحلة الثانوية في أول ثانوي الله سبحانه وتعالى حظني بأني درست مرحلة يسمى المرحلة المطورة وكان مدير الثانوية رجل فاضل أسأل الله سبحانه أن يحفظه هو رجل يعني مربي أكثر منه معلم هذا الرجل لاحظ بإني أنا في الأسبوع الأول لما جاء وقت الإذاعة أنا تغيبت عن المدرسة بعد أسبوعين رجع مرة ثانية الدور وكان علي الدور أن أطلع في الإذاعة وأيضا نفس الشيء تغيبت المدرسة وأصبح زملائي يعلقون علي إن أنا ما أظهر في الإذاعة ولا يمكن أطلع في الإذاعة تفاجأت يوما ما صباحا ان يوم اثنين متذكر هذا الموقف إن يوم اثنين وانا يعني امارس دور ان أنا عندي مغص ما ابغى اروح المدرسه اذا الباب يطرق الساعه ستة صباحا يعني ستة وربع كذا الباب يدق هو جارنا مدير الثانويه هو ايضا جارنا فاذا رحت افتح الباب الا في المدير تخيلوا المدير بنفسه موجود الباب قال لي محمد جاهز قلت له استاذ حسن طبعا اسمه حسن حمود بشيري قلت استاذ حسن انا ما ما تعبان وعندي قال لي السياره ركبت معاه في السياره واخذني في السياره وقال لي اليوم عندك اذاعه انت ما تبغاش تحضر الاذاعه، وكان صوته قوي جدا واخذنا على المدرسه ورحنا في المدرسه ولما اعلن عن انه انا ساطلع في الاذاعه طبعا اغمي علي مصحي نص الحصه الاولى والسبب اني كنت متمارض وكان هو عارف ان انا اتمارض انه ما طبيعي، فكان يضحك ويقول لي حتى لو مت راح تطلع في الاذاعه. طبعا انتهى الموقف بهذا الاسبوع، بعد اسبوعين جاء ايضا موعد الاذاعه ونفس الفيلم يجيني ياخذني معه وداني على الاذاعه المره ذي رحت في الاذاعه فاعلنوا ان محمد العامري يلي يطلع يلقي حديث الصباح حديث الصباح مع الطالب محمد العامري فانا تشجعت انظر في الجميع متخوف جدا فاذا بي اتفاجا بانه الشيخ حسن الذي هو اصلا ما كان يصفق كثيرا ولا كان من هذا السلم به يصفق والجمهور الطلاب معه كلهم فتشجعت وخرجت ثم قلت حتى عبد الرحمن الصخري بن إنما الأعمال بالنيات فإذا بالمدير الثانوية يكمل الحديث وهو الآن يثني علي ويربط على كتفي ومن ذلك اليوم وأنا كل يوم أظهر في الإذاعة مش بس كذا تعلقت بالأنشطة الطلابية والممارسات ثم تعرفت على الشيء التالي أن هناك مهارات سمى مهارات لطيفة يجب أن تظهر نفسك لها يجب أن تصغر خبراتك ليس من خلال, من خلال التحصيل الدراسي بل من خلال مناشط وعملية التطوع سواء من خلال الأنشطة الكشفية أو الأنشطة الاجتماعية أو الأنشطة الإلقاء والمهارات واليوم أنا تشكلت عندي شخصية أخرى غير الشخصية ذيك التي كانت خانعة أنا كنت أسأل نفسي حتى اليوم وأقول سبحان الله لو تلك الشخصية أين سأكون اليوم؟ لو سألوني سؤال ما هو الموقف الذي في ذلك اليوم بقي عالقا في ذهنك يعني أكيد أنه كل مننا مع فن صناعة الذكريات المر في حياته يمر بمجموعة مواقف لكن في موقف أبرز من كل مواقف يظهر كثيرا في حياتك ويشكل منحنى كبير جدا في حياتك أنا طبعا لما كنت أدرس في مرحلة الثانوية والإعدادية والابتدائية الله سبحانه وتعالى حظني بأم صالحة وأب صالح بس كنت دلول شوية كنت مدلع شوية لما كنت في الصف الأول ثانوي اشتريت سيارة وكانت السيارة اللي اشتريتها كانت جيمس ليش؟ عشان اركب اصحابي معايا، كنت احب كثيرا اصحابي، وتعلقت كثيرا بالاصدقاء، وذاك لما جت موضوع الدراسه في الجامعه، حبيت اني ما ادرس في نفس منطقتي، ابغى ادرس بعيد عن الوالد، عن سلطه الوالد عشان اكون معايا اصحابي ويكون معايا زملائي، وفعلا درست في الجامعه، كنت يعني عندي نوع من شخصيتين شخصية الطالب الذكي اللي عنده قدرة على البحث عنده قدرة على الاطلاع ذكي جدا لكن في نفس اللحظة ما عندي اهتمام كبير جدا بالدراسة سبب تركيزي الأكبر كان على الزملاء والأصدقاء ومحب لهم كثيرا الزملاء والأصدقاء ذيك الفترة كان بداية ظهور ما يسمى الآن مش دش ما قبل الدش فكنا متولعين جدا بأن نروح عشان نشوف القنوات اللي تطلع في من خلال المقويات وكنا عشان نروح نروح مقهى او غيره، هذا اثر كثير على دراستي في تلك المرحله، فكنت في تلك المرحله اهم شيء عندي اصدقائي. اشتهروا عند الدكاتره في الجامعه باني شخص يعني شويه شاطر لكن غيابي كثير، احرم كثيرا. فعندنا ماده دراسيه، هذه الماده الدراسيه كان اسمها مهارات طرق التدريس. وهي مادة أساسية لأي معلم حتى يتخرج تعتبر شيء أساسي عشان تقوم بعملية التطبيق لما رحت أسجل المادة كان الدكتور المادة دكتور مصري أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظه إذا كان عايش وأنا يرحمه إذا كان توفى كان كبير في السن اسمه أحمد عبد الله لما جيت أسجل عنده المادة قال لي شوف يا ولدي أنت تغيب كثير هو صعيدي كذا جامد أنت تغيب كثير وأنا بعطيك درس قلت له تفضل دكتور طبعا أنا مجبر لازم أسجل عنده فقال لي عدد الاحرام اربع محاضرات انت غايب ثنتين قلت له بس انا ما قد سجلت قال لي لا انت معروف انك راح تغيبها اكتب لي ورقه الان بانك انت غايب ثنتين ولو غبت ثنتين راح احرمك ما عندي خيار وقعت له الورقه تعهد باني غايب كم ثنتين قال لي شوف الساعة ثمانية وهذا أمر مهم جدا من ذلك اليوم صرت أهتم كثير جدا موضوع الوقت الوقت والوقت والوقت والوقت, والوقت سر النجاح قال لي الساعة ثمانية تبدأ المحاضرة ثمانية ودقيقة ما تدق الباب قلت له طيب أول محاضرة غبتها ليش؟ لاني فعلا صحيت الصباح اخذت معي زملائي رحنا المقهى واحنا انا مجهز نفسي اني بروح المقهى لكن آه لقيت نفسي ان الساعه الان ثمانية وربع يعني ما اقدر اروح ادق عليه. الاسبوع الثاني جهزت نفسي للمحاضره إن لازم اروح المحاضره وفعلا جهزت ورحت مع الشباب ايضا المقهى قبل المحاضره طبعا المره ذي رحنا مقهى بجنب من؟ بجنب الكليه قبل المحاضره بحدود ربع ساعه قلت الشباب خلاص خلاص لازم امشي بسرعه وخرجت من عند الشباب اجري 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 طبعا لاني الهث الهث وما كان لابس قطرة وكنت فاتح يعني ازره الثوب وكان لبسي رث جدا رغم اني من عائله يعني وضعي اجتماعيا جيد وضعي اقتصاديا جيد لكني ارهقت بهذا الزملاء الله يحفظهم الله يوفقهم اللي حصل معي اني انا وصلت للقاعه قبل ثمانية بدقيقه واحده فدخلت مستعجل وجلست في الصف الاول ولاني كنت الهث 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 ما كانش عندي تركيز اني الاحظ الناس اللي جالسين في القاعه فصرت الهث اثاري هو اتفق معهم في المحاضره الماضيه انه كل مره شخص ما يطلع وسيتم عمليه تصويره ولما يصور يقدم حصه ثم يصوروه ثم يسوي تغذيه راجعه عن مستوى ادائه انا اول ما جلست وكنت ألهف، إذا أحد الزملاء بدأ يشرح درس مدة حدود ربع ساعة، هم يصوروه بالكاميرا. أثناء مرور الكاميرا علي كان في بروجيكتور كبير وكان ذيك الفترة البروجيكتور نفسه غريب، فاكتشفت إنه صورتي كبيرة جدا على الشاشة، وكان شعري رث وشعري كذا يعني مبهذل هيئتي جدا مبهذلة، فتعرفوا احنا مثلا في المدرسة تقول للطالب اللي يسوي معك هذه الحركة تقول له؟ يطلع لي برا، فكل ما سويت زي كذا الزملاء ورا يضحكون أكثر، وأنا أحرج أكثر. ففي تلك اللحظة غصت في داخلي الزميل ترك الكاميرا علي واصبح وجهي مكبر جدا في الشاشة وراح جلس والدكتور لاحظ هذا الامر ولاحظ ان الزملاء اللي وراي يضحكون ومع ذلك استمر يشرح وياخذ مداخلات منهم ولا كأني موجود في القاعة انا غصت في داخلي سألت نفسي سؤال يا ترى مين اللي حطني على الشاشة؟ زميلي ولا انا؟ لا انا حطيت نفسي على الشاشة انا بكيت بكاء مرير ذاك اليوم بكاء داخلي وانا جالس في المحاضرة يمكن في حدود ثلث ساعة انا حسيت أنه عرق عرق يتصبب شديد جدا مني إلى أرجلي، أنا والدي ومكانتي وعائلتي وأسرتي وبيئتي وأمتي، كيف أنا وصلت لهذا المكان؟ كيف وصلت لهذا الدرجة لماذا أنا وضعت نفسي في هذا المكان قررت ذلك اليوم أن أخرج من هذا المكان في ذلك اليوم وألا أعود مطلقا لهذه الصورة السلبية يجب أن أضع نفسي في المكان الذي يليق بي باللي يليق بأسرتي باللي يليق بمكاني نحن حقيقة من نصنع أفكارنا أنا خرجت من قاعة، وأنا أول ما خرجت الزملاء اشتموا حولي يتوقعوا أن يستحصل الآن يعني تعرفوا الشباب يحصل محاككة لا 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 أنا نظرت في الجميع ثم نظرت في الأرض ودمعت عيوني ومشيت على طول مباشره رحت على طول مباشر الشباب اللي كانوا ساكنين معي في الشقه وقلت لهم خلاص هذا اخر يوم اسكن معكم انا اسف بس انتم لكم طريق تكملونه وانا لي طريق واخذت نفسي ورحت سكنت سكنت سنه ونص وحدي في غرفه وحدي فعلا تلك السنه ونص غيرت كثير في حياتي اليوم لما اتذكر هؤلاء الاصحاب والاصدقاء اسال الله سبحانه وتعالى يوفقهم جميعا لكن فعلا تغيرت حياتي كثيرا عندما شعرت بان يجب ان اصنع فرق أنت داخليا عندما تقرر من داخلك أن تصنع فرق وأن تصبح الشخص الذي يليق بك تستطيع أن تصنع الصورة التي تليق بك، أنت أحيانا قد تضع نفسك في برواز لا يناسبك، ذلك اليوم أنا قررت أن أصبح أنا. في هذه الحياة تحصل يعني مواقف هذه المواقف تدلك على مجموعه من المحركات للعمل التدريب واحده من الاشياء اللي ارتبطت بشخصيتي بشكل كبير جدا بالنسبه لي التدريب ليس مجرد حضور دوره تدريبيه والحصول على شهاده التدريب بالنسبه لي هو عباره عن قيمه مضافه تضيفها لنفسك ما هو الشيء الميزه التنافسيه اللي ممكن تكون مضافه لك بدايتي في التدريب حصلت معي مع قصه نوعا ما غريبه كان والدي كقاضي يعين معه شخصا ما يسمى ملازم قضائي الملازم القضائي هو شخص يلازم القاضي لفتره حدود سنتين يتعلم منه ثم يصدر له قرار بتعيينه وترسيمه. طبعا بما انه ملازم للوالد وبشكل دائم اصبح نوعا ما صديق لي، انا الابن الكبير فصار يعني كانه اخ اكبر لي. صدر قرار بتعيينه وتعييني في نفس اللحظة عيننا أنا عينت معلم وهو عين قاضي عيننا في منطقة بعيدة شوية عن منطقتنا ولما رحنا هناك صافرنا أنا وياه عزابية وسكننا سوا متعذبين، تركت انا زوجتي وتركت زوجته، استلم هو اول راتب، راتبي كان بسيط، راتبه هو ما شاء الله زي راتبي اربع مرات، وبالتالي كان ما شاء الله عنده دعاء اكثر، انا كنت ما احب اني اعتمد على الوالد، يعني كنت احب اعتمد على نفسي اكثر، فالشاهد الموضوع انه في اول شهر كنا ساكنين سوا عزابيه في غرفه واحده، وبعدين لما استلم راتبه هو استاجر بيت وجاب زوجته وصار صعب علي أن ازوره كل شويه، بعد حدود شهر ونص اتصل علي وقال لي تعال ابغاك تجي في الليل بعد العشاء ورحت زرته جيت لقيت انه شيء سي الان هذا الموقف سيغير في حياتي ذلك اليوم. اللي حصل معي في ذاك اليوم اني لما دخلت عنده المجلس وجدت انه هو جايب كمبيوتر. كمبيوتر كبير موجود على الارض يعني زي الكمبيوترات الموجوده الان، وكان الكمبيوترات هذيك الفتره شيء عجيب انا اتكلم عن 1416 هجريه. كان شيء عجيب انك تشوف كمبيوتر احنا نعرف ذيك الفتره كمبيوترات معينه يعني من الشركات العاب بسيطه مو كمبيوتر بمعنى كمبيوتر فشاهدته وانا مندهش سالته كم اشتريته قال لي اشتراه ب ألف واشترى ايضا معاه كرت شاشه بحدود ألفين ريال وهذا كان عجيب يعني تخيلوا المبلغ في ذلك الزمن ثم قال لي انه نبغى نتعلم انا وياك كيف نستطيع نشتغل على الكمبيوتر انا بالنسبه لي مفاتيح الازره نفسها كثيره جدا كيف تقدر تشتغل عليها فسألته قلت له طيب هذه يبغاها ناخذ دورة فيها نتعلم فسجلنا انا وياه دبلوم اسمه دبلوم معالجة بيانات وادخال نصوص ورحنا انا وياه الاسبوع الاول نتعلم كيف ندخل بيانات معالجة نصوص وكان شيء متعب جدا اول يوم تعلم بس كومنتش سكيب كومنتش سكيب كومنتش سكيب الرجل جلس معي الاسبوع الاول ثم ترك الموضوع وانا كملت كومنتش سكيب كومنتش سكيب كومنتش سكيب مشت معي الامور صار سهل بعدين اكتشفت أن الزملاء اللي في المدرسة بدوا يتريقوا علي فين تروح كل يوم؟ أنا رايح اليوم أدرس تدريب فكانوا يضحكوا علي في الفترة كان التدريب شيء عجيب الغريب إن بعد حدوث ثلاثة شهور أصبحت مجيد للحاسب الآلي الرجل ترك الحاسب حقه لانه ما يحتاجه واعطاني وصار الحاسب حقه عندي وصرت اطبع في المدرسه واعلق الاوراق في المدرسه ولما جاء اختبارات الفصل الدراسي الاول طبعت اسئله المدرسين كلها الكترونيه وكان شيء عجيب ومدير مساعد مدير التعليم زارنا في المدرسه سال مين اللي سوى هذا كله قالوا هذا المعلم الجديد فسالني قال لي انت تعرف كمبيوتر قلت نعم في مثل عندنا في منطقتي في الجنوب يقال في ان الاعور بين العمي فاكهه يعني الشخص اللي عنده عين واحده بين البقيه هنا تعلمت كلمه بيكون مهمه جدا ماذا يقول فيها المعرفة قوة كل ما كان عندك معرفة بشيء معين أقوى العجيب أنه صدر قرار لي أن أكون مشرفة على قسم الحاسب الآلي بإدارة التعليم وهو قسم جديد بس بمجرد دورة الدبلوم واستمر معي هذا الأمر أصبح بالنسبة لي الحاسب الآلي ميزة نفسية اليوم كل ما قابل أحد الأبناء ولا أحد الشباب إيش أقول له ليش تأخذ برنامج دريبي لا تحضر برنامج دريبي عشان شهادة خذ البرنامج دريبي لأنه بالنسبة لك يعتبر مهارة إضافية تضيفك أنا نسيت هذا الكلام متى نسيته لما رحت أبغى أدرس ماجستير ودكتوراه كان عندي صعوبة في موضوع الماجستير والدكتوراه في القبول فيه. وكان عندي اصرار كامل ابغى ادرس ماجستير ودكتوراه، وبدأت ابحث عن جامعة وجامعة تقبلني وكان عندي صعوبات في موضوع القبول وانا سادرس علمان على من على حسابي الشخصي. وكان البوصلة عندي شوية انحرفت، اصبحت اريد ان ادرس بس لمجرد الشهادة، ابغى ينقال عني اني ماجستير او دكتوراه. جيد؟ فرحت ابحث عن جامعة، رحت سافرت على مصر في جامعات رائعة، بحثت في اكثر من دولة، بريطانيا مكان، وجدت انه في جامعات في الصين. ممكن الدراسه فيها لكن اللغه الصينيه صعبه في جامعات ما بينها وبين استراليا في علاقه ممكن ادرس عندهم فسافرت للبحث وما كنت وحدي كان مننا مجموعه شباب ولما رحنا يسووا معنا مقابله كانت في السفاره ورحنا هناك عشان ندرس فقابلنا دكتور كبير في السن وقال لنا سر خطير جدا هذا السر غير في حياتي ذاك اليوم هذا السر انه قال لنا اذا كنت تدرس علشان موضوع الشهاده هادي ادرس في اي جامعه إذا كنت تدرس لأجلك أنت لميزة تنافسية أدرس من أجل أن تتميز في جامعة تتميز فيها ثم قال لنا أربع أشياء تصنع التميز أربع أسرار تصنع التميز اعمل في شيء أنت تحبه اسأل نفسك مش الشيء اللي تحبه فأنا نظرت أنا ماذا أحب أنا أحب التدريب ممتاز إذا حدد ماذا تحبه اثنين حدد ماذا تجيد ما هو الشيء اللي انت تجيده انت تحبه وانت تجيده اذا اجتمعت الاثنين هذه اقوى رقم ثلاثة اشتغل في مجال يصبح يندفع لك راتب عليه لانك انت تحبه وانك تجيده وانه يندفع لك راتب عليه هذا رقم ثلاثة رقم أربعة حدد ما الشيء اللي ممكن تخدم به العالم من خلاله اذا اجتمعت عندك هذه الاربع اشياء تصبح ناجح في الحياه يعني يصبح عندك شيء انت تحبه شيء انت تجيده شيء انت شغوف بالعمل فيه وتحصل عليه على راتب ثم بعد ذلك انت تخدم المجتمع. هذا الامر اصبح معايا لازمه لدرجه ان في يوم من الايام عندما وجدت اني احب عملا ما واستطيع اخدم الامه اكثر واستطيع ان احصل على راتب دون حاجه الى وظيفه حكوميه قدمت استقاله حتى احترفه ولذلك احترفت التدريب لان بالنسبه للتدريب هو عباره عن ميزه تنافسيه انا استفيد وافيد الاخرين نكون صغار دائما ننظر لاهالينا وابائنا انهم ما يفهمونا ان ان احنا عندنا رغبات وعندنا طموحات وعندنا احلام وعندنا امال هم ما يلبوها نرى انهم ممكن يعيقونا عن امالنا واحلامنا والدي كان من الشخصيات اللي هو رجل عصامي هو استطاع ان يكون نفسه رجل قاضي رجل ملتزم رجل يحب ان هو يكون عنده اهداف ويعيش لها انا في تلك الفتره كنت يعني انتقلت للمدينه وحب روح المدينه وحب العمل مما ادى الى صدمه بيني وبين الوالد انا اجد ان تعليمات الوالد وافكار الوالد كلها كانت تحد مني وذلك كان يحصل دائما صدام بيني وبين الوالد وبدات احس داخليا بانه في فجوه تحصل بيني وبين الوالد بعد ايام لما بديت اكبر لما بديت انضج في هذه الحياه صرت اعشق والدي أشعر أن كل التعليمات والأمور التي كان يحدثني عنها وحتى يعني الت... يعني توبيخه لي على بعض المواقف صنعت عندي قيم عليا، صنعت عندي أشياء كبيرة، اكتشفت أني كل ما أكبر أنا صرت أشبهه أكثر كل ما أكبر أشبهه أكثر، السبب أني وجدت أنه كان يحبني لكنه يحبني كما أنا أريد أن أكون، ليس كما هو يريد أن يكون، لذلك هو ما كان يختار لي تخصصي، هو كان يتركني أنا اللي أختار تخصص وأنا أذكر أشياء جميلة من الوالد أنه مثلا الوالد كان يغرس قيم فيا بس انا بالنسبه لي كنت ارى ان تلك التعليمات كانها تحدني، اليوم لما كبرت لما اجلس مع ابني اشعر نفسي كاني انا الوالد اتقمص شخصيته، وذاك اقول لكل ابن لكل ابن مهما كانت تعليمات والدك صعبه اعرف تماما ان والدك يريدك ان تكون افضل منه. التدريب تحصل كثير من المواقف من المواقف اللي انساها ابدا في التدريب واللي اثر يعني اثر علي انا مباشره انه كان بالنسبه لي صدمه دخلت القاعه كنا في دمشق كان 2003 وكان القاعه مليئه بالناس وكان الدورة وكانت دوره جماهيريه كانت في المزه وبعدين كان عندي عدد كبير جدا من الجمهور وانا في افتتاح البرنامج سالت الناس سؤال على اعتبار انه سؤال تقليدي والاجابه له اجابه تقليديه، سؤال من منكم يتمنى انه ابنه يكون افضل منه؟ الإجابة المفترض أن الكل يقولون أنا أتمنى أن ابني يكون أفضل مني، الكل رفع يدينهم، واحد ما رفع يده. فأنا استغربت يعني أنت ليش ما ترفع يدك؟ كان رجل كبير في السن، قال لي أنا ما أحب أن ابني يكون أفضل مني. طبعًا إحنا في القاعة كلنا استغربنا، قال نعم، يجب أني أحافظ على نفسي أني أكون أنا أفضل من ابني عشان أكون أنا قدوة له، يعني هو أنا لو حفظت جزء لو ابني حفظ جزء أنا لازم أحفظ جزئين، لو ابني حفظ حديث أنا لازم أحفظ حديثين. فإحنا استغربنا. فقلت له ممكن يا والد تقف وتشرح لنا وجهه نظرك بشكل اكثر، فقال لي كلام غريب، قال لي شوف يا ابني حتى نحافظ على انفسنا قدوه لابنائنا يجب ان نسابقهم لمعالي الامور، يجب ان نريهم دوما ان نحن قدوه لانفسنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بان نصلي السنن في البيت حتى نكون نحن قدوه لابنائنا، احنا اليوم لما فقدنا نظام القدوه اصبح عندنا اشكاليه في التواصل مع ابنائنا، من ذلك اليوم وانا صرت اتامل في علاقتي بالوالد وكيف كان قدوه لي بس أنا ما كنت فاهم هذا الموضوع وبس اقول سبحان الله هو حافظ القران ما حفظت القران لابد ان احفظ القران لابد ان اتعلم اكثر لابد ان اقرا اكثر واصبح عندي تنافس نعم اريد ان انافسه اكثر لكني اجد انه دائما ينافسني هذه الحياة ليس لزاما بالضرورة ان تكون ناجحا لكي تبدأ بل ان تبدأ لكي تكون ناجحا لذلك تذكر دوما ان للنجاح في الحياة بعد توفيق الله تعالى توجد قاعدتين القاعدة الاولى لا تستسلم لا تستسلم القاعدة الثانية لا تنسى القاعدة الاولى شكرا لكم اخوكم دكتور محمد العالي